استاذ صبري مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا محمد عليك وعلى مشاهدي قناه الاهلي. اولا انا سعيد بوجودك معايا عبر الهاتف لانك احد الصحفيين والكتاب اللي كنا بنسعد بالتاكيد بوجودك في مصر خلال الفتره الماضيه، وكلنا بالتاكيد اتعلمنا منك برضو فترات طويله جدا لما كنت موجود في مصر، فسعداء بوجودك في الامارات وليك لمسات ممتازه بصراحه بنشوفها من خلال جريده الاتحاد. الله يسلمك يا محمد واشكرك على الكلام الجميل ده، وانا بسعد اني اكون موجود معاك في قناه الاهلي. طيب اولا هما سؤالين مهمين جدا في هذا الشان، الفيديو الناس كلها شافته من امبارح وهو رئيس الاهلي المصري اسطوره تتجدد الحملات الشرسه وخدمه القلعه الحمراء، الفكره في حد ذاتها وردود الافعال اللي جت على مؤسسه الاتحاد او اللي شافوها المسؤولين في مؤسسه الاتحاد الاماراتيه بعد عرض هذا الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، وبالتاكيد كانت فيه نسبه ريتويت عاليه ومشاهده عاليه جدا خلال ال 24 ساعه الماضيه. والله يا محمد في البدايه هو طبعا يعني الكلام على الكابتن محمود الخطيب كلاعب او كصوره تاريخيه موجوده في الكره المصريه لا يمكن ابدا حد هيقلل منها او يضيف فيها ابدا شيء، مهما انا قلت او حد ثاني غيري قال مفيش ابدا حد يقدر ينكر قيمه محمود الخطيب كلاعب كوره سابق واسطوره من اساطير كره القدم المصريه، ده امر مفروغ منه. الفكره كانت ان ازاي الشخص ده او الانسان ده في الظروف دي يتحمل كل الضغوط دي وكل الانتقادات الشديده دي وكل الحملات الممنهجه دي وهو عنده تدافع تعالي بالشكل ده وهو عنده ضبط نفس بالشكل ده. كابتن الخطيب لو حب يتكلم هيتفتح له مليون نافذه للكلام، كل اي حد في الدنيا يتمنى ان الكابتن الخطيب يطلع معاه ولو 10 ثواني يقول اي جمله. ومع ذلك الراجل ده عنده كل القدرات دي او المنافذ دي اللي يقدر يتكلم من خلالها، عمرنا ما سمعنا تصريح، عمرنا ما رد على حد، عمرنا ما رد على اي اتهام او انتقاد، عمرنا ما شفنا شغل باله باي حاجه اتقالت ضده او ضد حتى النادي الاهلي، النادي الاهلي بيترك ولاد يردوا عليه من خلال منافذ شرعيه محترمه مهذبه بالصوت والصوره بالدليل بالرقم، ده في جانب ثاني، لكن اي حد بيمس شخص كابتن محمود الخطيب ما تسمعش ابدا ان طلع يرد عليه لا في صحيفه ولا في موقع ولا في قناه مهما كانت الطرق كلها ميسره لذلك، فده كانت ظاهره مفيده جدا. انا يمكن لما جت الفكره في دماغي وعرضتها على الاستاذ محمد البدر رئيس القسم الرياضي في جريده الاتحاد رحب جدا وقلت له ان ده هنقول عليه فيبو اسطوره الصمت والصبر، الراجل ده زي ما كان اسطوره وهو لاعب كمان اسطوره وهو رئيس النادي بس بانجازات او بعمله الدؤوب لخدمه النادي وبتعب جماهير القلعه الحمراء تمام جماهير كبيره منتشره في كل الدنيا، لكن كمان هو اسطوره في ازاي عامل ضبط النفس ده؟ طيب. ازاي هو قادر يتحمل كل ده بدون ما يرد؟ هو بجد اسطوره تتجسد على الارض في ان الواحد ازاي انا نفسي اتعلمت من هذا الانسان كيف اتعلم ضبط النفس؟ كيف اكون ان انا لا اواجه الاساءه بالاساءه؟ بجد درس كبير جدا لكل الناس واولهم انا شخصيا، وده كان فكره الفيديو جت من هذا المنطلق يعني. تمام، رد الفعل بقى على المؤسسه من خلال تداول هذا الفيديو خلال الساعات الماضيه، واعتقد ده من اعلى الفيديوهات تداولا ومتابعه ومشاهده خلال الساعات القليله الماضيه يا استاذ صبري. والله يا محمد ردود الافعال كانت بقيمه كابتن محمود الخطيب. احنا شفناه الناس هنا طبعا الحمد لله رب العالمين في مؤسسه ابو ظبي الاعلام في جريده الاتحاد شافوا وانا تلقيت اتصالات كتير جدا عدد كبير جدا من الاتصالات من مصريين مقيمين هنا في الامارات ومن اصدقائنا في مصر ومن طبعا زمايلنا في المؤسسات في الاعلام الاماراتي وشهادات كبيره جدا وان احنا قلنا كلمه حق. هي كانت الفكره كلها ان احنا بنشيد الكابتن الخطيب ان فكره ان انت بتقول كلمه حق في حق يعني شخص هو مش عايز يدافع عن نفسه، فكانت لازم تيجي حد من جهه محايده يطلع يدافع عن القيمه دي وعن الرمز ده وعن الطريقه اللي بيتعامل فيها الاستاذ ده النادر جدا والفريد، انا مش شايفه في اي قياده رياضيه او غير رياضيه ان في حد بيتعرض لهذا الكم ويرفض الرد ويترفع عن الرد، فكان ده قيمه الحدث والناس كلها حست بيه هنا. الناس حتى الشخصيات الرياضيه الاماراتيه كانت يعني عبرت بشكل كبير جدا عن حبها، والتعليقات الكبيره اللي جت على الفيديو شفناها كلنا وتابعنا كان اكيد ردود افعال مفيده بشكل كبير كانت يعني بتوازي قيمه الكابتن محمود الخطيب الكبيره اللي احنا مهما كان ان احنا لو عرضنا فيديو هو 90 دقيقه او 90 ثانيه او اقل، لا هو الكابتن الخطيب محتاج 90 سنه عشان نقعد نتكلم عنه بشكل يستحق يعني. استاذ صبري علي الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه ومؤسسه الاتحاد الاماراتيه المؤسسه الاعلاميه المحترمه الكبيره في الوطن العربي وفي الخليج، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.